السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رشيد اليوني. درنا هاد الحملة التحسينية ديال كشف مبكر عند السكر باش نديرو حملة توعية للأمهات الأطفال الدولية الحركية وشراكة مع جمعية بن سلمان ومساعدة مدراء السفاري ورابطة طبية أبوها مفتوحة وكنشكرهم بزاف على الدعم ديالهم وشكرا مستفيد عدد المستفيدين 70 مستفيد أمهات الأولاد أمهات الأولاد ديالهم أمهات الأطفال أمهات الأطفال ديالهم اللي مستفيدين من المركز ومن غير مستفيدين من 70 مستفيد وشكرا السلام عليكم سميتي كودي جيرت يا أمريكي عندنا هذا المركز الأمل هنا في أسفي في حي المجد تنديروا الترويض مع دراري اللي عندهم إعاقة حركية حتى 12 سنة وتنرحبوا دراري هنا في أسفي وفي هذا الإقليم ديال أسفي اللي عندهم واحد شلل دماغي وعندهم إعاقة حركية ونديروا الترويض هنايا وتنفرحوا اليوم مع كل الجمعيات اللي جاوا عندنا باش يكتشفوا إلى الأمهات ديال الدراري عندهم سكر ولا لا وهذا واحد إيفنمون زوين بزاف الكارتين حدايا تما هذاك الشيء اللي ناقص غير تمشي تجري في كارتين هادشي اللي خرجنا غنقسمو ليك على القوا ديالك شحال ديال قيمه نقسموها على جوج فاصله نديرو واحد الوقيفه ونصلوا على النبي سي رشيد هو اللي كيسهر والشهر على وقفه مسكين هو تيجري باش يوصل لهاد المرحله لولا هاد الانسان اللي ما لقوش مجموعين وقفوا نصفقوا سي رشيد ونصلوا على النبي شكرا شكرا بزاف شكرا هادشي واجب علينا اولا مرحبا بكم ونتمنى تكونوا بخير وعلى خير وندوزوا النهار يكون مزيان وكنشكروا الاخت حكيمه لان راه شحال حنا شحال كنوجدوا لهذا البرنامج ماشي يلا هذا راه شحال حنا كنخدمي عليه تا هو جبنا هادشي علاش وكنشكروا
الدكتور عبد الرزاق اللي هو تو ساعدنا بزاف تو في هادشي. وكمال كمال ممثل الرابطة الطبية أبو المفتوحة هو ساعدنا. لحكيمة فتات مؤثر ومسؤول عن مادة الشباب بجمعية بسن مساعدة مرضى السكري، واليوم احنا فرحانين مع هاد الوليدات ذوي احتياجات خاصة وكرمناهم. اليوم عندنا واحد الدواء تأسيسية اللي فيها قياس نسبة السكر في الدم والضغط الدموي والكتلة الجسمية، والحمد لله اكتشفنا بما أن واحد السيدة عندها السكري وهي ما كانتش عارفة، ولقينا واحد السيدة عندها الضغط الضغط وهي ما كانتش عارفة، وهذه بديرة طيبة. وتحية الدكتور عبد الرزاق رئيس جمعية بلسام اللي هو الرئيس ديالنا، وشكرا على الاستقبال الرائع لهاد الناس. وحنا نتمناو بمناسبة عيد الأم، فحنا كلنا أمهات مرضى السكري وهما مرضى ذوي الاحتياجات الخاصة بهاد البديرة الطيبة. شكرا للجميع، شكرا لهاد الاستضافة، ونتمناوها تكون كل عام إن شاء الله تكون بالتاريخ ديالها. وشكرا لوليداتنا كلهم ساهموا، وهذه بديرة اللي كتخلي الناس كيزيدوا القدام في هذا المجتمع المدني. شكرا لمن ساهم في من بعيد ومن قريب لهذه الامسيه اللي فيها توعيه وتحسيس، لان مخاطر السكري هي صعيبه بزاف، في عواقب الناس ما عارفينهاش، ما كاينش توعيه ما كاينش تحسيس. وحنا كجمعيه بلسم فحنا مستعدين الحمد لله باش تكون هذه البديره دائما، ومعنا وزاره الصحه، معنا السيده اللي مكلفه بان سرطان الثدي كما كيقولوا بما الكش بكري كيذهب مشري. وشكرا للجميع. البكاء ديال الفرحة والله عالم الغيب وشهادة ولله.